أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الملحمة. حلقتنا الليلة امتداد للحلقات الماضية. هذه الليلة سنتحدث عن المقاومة، ولكن قبلها سنتحدث بعجالة عن الاحتلال، توغل المستعمر الفرنسي في البلاد الموريتانية، ثم بعد ذلك ندخل مجال المقاومة سواء كانت مقاومة عسكرية أو مقاومة ثقافية أو مقاومة سلمية إلى غير ذلك من التسميات التي درج الباحثون على ذكرها ضمن حديثهم عن الحراك ما قبل الدولة الوطنية. سنتحدث أيضا عن المقاومة أو ما أطلق عليه بعض الباحثين ومن بينهم أحد ضيوفنا، المقاومة السياسية، يعني المقاومة التي سبقت نشأة الدولة، يعني أولئك من سموا مقاومين سياسيا من أجل إيجاد وطن هو الذي أصبح بعد ذلك الجمهورية الإسلامية الموريتانية. ضيفي في هذه الحلقة هما الدكتور محمد المختار والسيدي محمد، وهو أستاذ للتاريخ المعاصر بجامعة نواكشوط العصرية ومدير الوثائق الوطنية. ضيف الآخر وهو الأستاذ علي سيسة، وهو مدرس للغة العربية لغير الناطقين بها. علي سيسة سيتحدث أساسا عن المقاومة الصنوكية أو مقاومة الضفة باعتباره متخصص في مجال الثقافة الصنوكية وباعتباره مؤلف كتاب تاريخ المجتمع الصنوكي في موريتانيا. طبعا سيتم التكامل بين ضيفي الكريمين في حديثهما عن المقاومة والاحتلال والمقاومة السياسية. قبل أن ندخل حوارنا كالمعهود، دعونا نبدأ أولا بفقرتنا الأولى من برنامج الملحمة. هذه الفقرة هي فقرة مواقف خالدة. الليلة نتحدث عن الخطط العسكرية التي كان المقاومون الموريتانيون يؤسسون من خلالها مع حربهم أو جهادهم أو مقاومتهم للمستعمر. إذن خطط المقاومة في مواجهة المستعمر مع الزميل حمزة عيلان. شكرا شيخ سيدي عبد الله، أهلا بكم مشاهدينا. اختلفت خطط المقاومة الوطنية باختلاف المراحل التي مرت بها وتباين الأماكن التي كانت مسرحا للمعارك والمواجهات التي تصدت من خلالها للدخيل. وانطلاقا من الخصوصيات الجغرافية لولاية ترارزا والبراكنة وتقانت والعصابة وجوجة وأفلة، كان أسلوب الكبائن والغارات الخاطفة من أهم ما يميز أساليب المقاومة. ونظرا لاختلاف طبيعة الميدان في بعض مناطق قديماغا وغورغول، ابتكرت المقاومة في الغالب أساليب أخرى أقرب إلى السلمية، وكان أولها التأثير على المحتل. وعلى الرغم من تشديد الرقابة على الأسلحة في مرحلة الحرب العالمية الأولى، استمرت المقاومة في أدرار وتيرس ونوادبو وأحواز الحوض في الاعتماد على تكتيك حرب العصابات. من خلال التوقف مع معركة درقل يمكننا أن نرى بشكل واضح نموذجا من هذه الأساليب القتالية التي كانت معتمدة من طرف المقاومة الوطنية، ودفع نقص المؤونة الفرنسيين إلى الهجوم على مخازن الذرة وعددهم 78 جنديا. انقسم المجاهدون إلى فريقين، نفذ أولهما والمتكون من 20 فارسا الهجوم التمهيدي، وانتدب القسم الباقي للاستطلاع من خلال سهل درقل وتنفيذ الهجوم النهائي. شرع الفرنسيون في نهب المخازن، فبدأ المقاومون بهجوم من جهة الشمال، واضطر الفرنسيون للاحتماء بسهل درقل حيث يوجد القسم الثاني من المجاهدين. قبل أن يأخذ الفرنسيون مواقعهم، تعرضوا لهجوم مباغت من طرف المجاهدين. لم يبقى أمام الفرنسيين إلا تراجع، وقد أصيب قائدهم برصاصة في القائمة. هذا كل ما لدينا في فقرة مواقف خالدة. عودة للزميل شيخ سيدي عبد الله. شكرا زميل حمزة. دكتور أهلا بك، أهلا بك، شكرا على تلبية الدعوة، اتصلت بك متأخرا، شكرا على تلبية الدعوة. شكرا دكتور الأستاذ علي على الحضور أيضا. أبدأ معك دكتور، دعنا نبدأ بتمهيد قصير عن احتلال هذه البلاد. من المعروف أن هذه البلاد كانت مشروعا كبولانيا حسب ما كان كبولان يفكر بذلك، وطبعا وجد معارضة قبولا من الحكومة الفرنسية، ولكن وجد أيضا معارضة من ضمن داخل الحكومة الفرنسية ومن بعض التجار الغربيين الذين كانت لهم علاقة بساكنة هذه البلاد.
كيف بعجالة، كيف يمكن نقول أنه تم احتلال منطقة الأرض هذه البلاد، أو على الأقل التوغل فيها ليكون ذلك تمهيدا لحديثنا عن المقاومة إن شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم. أنا في البداية أقدم شكرا للتلفزيون الوطني قناة الموريتانية. وطبعا بالنسبة للحديث عن احتلال هذه البلاد، لا بد أن نمر بأهم المراحل التي عرفتها هذه العملية. كانت البداية الأولى مع البرتغاليين كما ناقشتم في الحلقة البارحة. وطبعا البرتغاليون بدأوا يصلون إلى هذه الربوع في النصف الأول من القرن الخامس عشر، واستقروا في أرجين كما هو معروف سنة 1444، وأقاموا فيها مركز ما زالت بعض شواهده موجودة اليوم، وحاولوا استطلاع الطريق الصحراوي وما زالت بعض آثارهم اليوم موجودة في وادان، لأنهم حاولوا استكشاف الطريق القوافل الصحراوية، ولكنهم أيقنوا أن قساوة الصحراء واختلاف الوسائل التي يستخدمونها، وأيضا أنهم لن يتمكنوا من إقامة نظام تجاري سيمكنهم من احتلال هذه البلاد ومن مواصلة مشروعهم، فعادوا أدراجهم إلى البحر. وبطبيعة الحال كما تعلمون غلوا يتجهون جنوبا حتى وصلوا إلى جنوب القارة، ثم انزاحوا عبر شواطئها الشرقية بمحاذاة المحيط الهندي حتى وصلوا إلى شبه القارة الهندية، ومنها إلى الخليج العربي، وتلك الرحلة المعروفة. بعد طبعا في هذه المرحلة حاول البرتغاليون طبعا إيجاد موطئ قدم لهم في هذه المنطقة، وأقاموا ذلك المركز، وطبعا تعرض لهم بعض السكان، ولا شك أن زميلنا في حصة البرنامج بالأمس تحدث عن مقاومة السكان، وحتى أولئك الذين اختطفوا وجيء بهم ليكونوا مترجمين حاولوا قدر الإمكان ما استطاعوا أن يقاوموا المحتل الجديد. وبالتالي تتحدث المصادر البرتغالية في تلك الفترة عن اعتقالات وعن بيع وعن تسفير، وعن حتى أن بعض الباحثين يتحدثون أن هناك بعض الرهائن الذين اقتيدوا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، ومنها أرغموا على أن يخرجوا من الديانة الإسلامية وأن يتمسحوا، يعني يصبحوا مسيحيين. يعني هذه قصة معروفة. على كل، بعد البرتغاليين جاءت مرحلة جديدة مع الهولنديين والإنجليز والإسبان، يعني بشكل أو بآخر. هؤلاء كانوا في المرحلة الثانية، والفرنسيون كانوا في المرحلة الثالثة. على كل، هذه الموجات التي تعاقبت من المستعمرين كانت بطبيعة الحال دوافعها متقاربة، إن لم أقل متشابهة أو متطابقة. كانوا يبحثون عن مستعمرات جديدة، كانوا يبحثون عن مواد أولية جديدة، كانوا يبحثون عن أسواق جديدة لبضاعتهم التي بدأت تغزو السوق الأوروبية في تلك الفترة بعد النهضة التي عرفتها أوروبا في سياقها المعروف لديكم. وطبعا كان آخر الوافدين وأهمهم بالنسبة لنا تاريخيا على الأقل الفرنسيون. الفرنسيون جاءوا متأخرين، ولكن عملوا ما استطاعوا على مضايقة القوى الأوروبية المختلفة عن طريق ممارسة التجارة، عن طريق إقامة مراكز في مناطق منافسة سواء على شاطئ المحيط الأطلسي أو على ضفاف نهر السنغال. وبالتالي مع بداية القرن التاسع عشر تقريبا أصبحوا القوة المهيمنة المسيطرة القوية في، طبعا حدث هذا بعد حروب ومساومات وبعد صراع تجاري وبعض منافسة ومضاربات وغيرهم. أعتقد يضيق الوقت عن التفصيل في الموضوع، ولكن بشكل عام سنجد أن الفرنسيين لم يعودوا مع القرن التاسع عشر يكتفون فقط بممارسة التجارة والمبادلات التجارية، إنما بدأوا يفكرون في التوغل داخل المجال الموريتاني. وتحدثتم في برنامج البارحة عن الرحالة الفرنسيين. صحيح. وعن السياق التاريخي الذي اكتنف هذه الرحلات. صحيح. وهو في مجمله سياق استقصائي، هدف الفرنسيين منه هو استكشاف هذه البلاد. وبطبيعة الحال كل دولة تحاول أن تحتل مجال معين لن تلقي بجيوشها طبعا في هذه المجاهيل. يعني أرسلوا
رحالة، وهؤلاء الرحالة وصلوا إلى معظم مناطق البلاد الموريتانية وكتبوا عنها، كتبوا عن العادات والتقاليد والقيم. تعدنا هذا الاستعود إليك دكتور. أخوي الآن الأستاذ علي. علي، أنا أعرف أنك لست أستاذ للتاريخ، يعني لست كالأستاذ، ولكن أيضا لك على الأقل تأليف تعرضت فيه لجوانب تاريخية أساسا تعرضت فيه ضد المقاومة. بالنسبة للمجال الذي ستتحدث عنه، هل نقول الضفة أم نقول مجال محدد معين هو الذي ستتحدث عنه والذي يعنيه بحثك وما تحدثت عنه هنا في كتابك تاريخ المجتمع السنوكي؟ يعني أتكلم عن مجال المقاومي الذي ستتحدث عنه. تفضل. وأشكركم كذلك، وأشكر التلفزيون الموريتانية لإتاحة هذه السانحة مرة أخرى لنلتقي ها هنا المرة الثانية. المرة الثانية. ومن خلال هذا المجلس أهنئ الشعب الموريتاني بكل أطيافه لاستقلال البلاد في سنته 56، ونترحم على أولئك الأفذاذ الذين بذلوا الغالي والنفيس والآن اليوم يستريحون تحت الجنادل والتراب رحمة الله عليهم لهذا الوطن. وأتوقع على أن حديثنا حسب ما أتصور أن يكون أن يدور حول المجال الذي تم البحث فيه. جميل. إذن هو مجال الضفة أو مجال الجدماغة والجدماغة وما حولها. وما حولها. متى يمكن القول إن متى وصلت الطلاع الاستعبار حسب استطلاعك لتلك المنطقة أولا؟ حسب المعلومات المتوفرة لدينا الاستعمار كانت قائدتها أو قائدتها على تخوم الجدماغة في الضفة الثانية، قائدة في بكل تابع للسنغال اليوم، وقائدة الثانية في خاي تسمى السودان الفرنسي، يعني تابع المالي حاليا، من هناك كانت تطل على هذه المنطقة. والعلاقة اللي كانت تربطها فقط مجرد بعثات استطلاعية وجمع ضرائب من السكان. فلم يفكروا على أن يتوغلوا داخل المحيط في جدماغة وليؤسسوا فيه قاعدة إلا ما بعد 1913. نعم، يعني بعد أحداث بكل وقمو وبندو، بعد ذلك قرروا على أنهم سوف ينقلون قاعدتهم إلى عمق تراب الوطن. ممتاز. سأعود إلى هذه النقطة إن شاء الله. دكتور، الوقت ليس كثيرا، يعني داهمنا الوقت نتيجة لليلة نشرتنا الطويلة. ندخل الآن في مجال، طبعا معروف أن المقاومة، أن المستعمر بداية دخوله كانت هناك مقاومة. سنضع النقاط على الحروف، هل حقا هل تميلون إلى القول بأن ما تم في هذه البلاد في جزء منه لم يكن مقاومة من أجل وطن، لم يكن مقاومة من أجل دولة أو مشروع دولة أو إيمان بدولة؟ هذا رأي يطرحه البعض. هل في اعتقادكم أيضا الرأي الآخر القائل بأنه لا يجوز القول بمقاومة ثقافية لأن المقاومة يبغى أن تطلق على الجانب العسكري فقط؟ هذه إشكاليات تطرح لا مشاحة بالحديث عنها. هل ترون أنها، ما هو رأيكم في هذين الرأيين؟ الرأي الذي ينفي أن تكون هناك مقاومة لدولة، ربما البعض يقول لك هذه كانت مقاومة إمارات تريد مصالح أو جهات قبائل في النهاية توقع اتفاقيات مع المستعمر إلى غير ذلك، والبعض يقول لك لا يجوز أن تضع من يقدم روحه على بندقية مثل من يكتب قصيدة في خيمة عادية ويسمى مقاومة ثقافية. هي إشكالية أود لو بسطت فيها القول قليلا. شكرا. طبعا أنا يعني بطبيعتي لست ميالا إلى 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 الرؤية الإقصائية، يعني أيا كان، يعني قراءة التاريخ لا ينبغي أن تتم من واجهة واحدة ولا من رؤية واحدة. أنا لا أشك في أن هذه البلاد الموريتانية عرفت مقاومة، ولا أشك كذلك أن المقاومة التي عرفتها البلاد الموريتانية أنها تتجاوز بكثير مقاومات عرفتها بلدان أخرى وأقامت الدنيا ولم تقعدها بشأنها وألفت فيها الكتب والمدونات وغيرها وما زالت تحتفل بها.
وبالتالي لا يعني بالنسبة لإشكال هل هناك مقاومة أو ليست هناك مقاومة، أنا لا بطبع لا أرى أن هناك داع لنقاش هذا الموضوع. ممتاز. لأن هناك ماذا تعني المقاومة أكثر من استشهاد الأمراء، ماذا تعني المقاومة أكثر من مئات المعارك، ماذا تعني المقاومة أكثر من قتل قائد الحملة الفرنسية، لماذا يعترف الفرنسيون بأنهم واجهوا مقاومة شرسة وعنيدة وواجهوا أناس متشبثين بهذه الأرض ويقاتلون عنها باستماتة، ونحن اليوم بعد 56 سنة من الاستقلال لا نعترف بهذا ونشكك فيه، لماذا هذا؟ أنا لا إطلاقا لا أعتقد أن هذا السؤال أنه يجب أن يطرح الآن، أعتقد أنه تم تجاوزه. في المقابل أنا لست من أولئك الذين ينظرون نظرة إقصائية للحركة الوطنية بشكل عام والحركات الوطنية بشكل عام في العالم، فيها اتجاه سلمي وفيها اتجاه مقاوم، فيها اتجاه يرى أن ضرورة العمل السياسي والمكايدة والسياسة، وهناك من يرى النضال المسلح، وهناك من يرى الممانعة والمقاطعة والحرب الاقتصادية، وهذه أنماط معروفة في البلدان بشكل عام. إذا قمنا بإسقاط هذه الألوان على الواقع الموريتاني لا نكاد نجد موريتاني إلا وساهم بشكل أو بآخر في واحدة من هذه الاتجاهات. طبعا ونحن بصدد الحديث عن المقاومة لا ينبغي بشكل إطلاقا أن نقارن بين من قاتل واستشهد ودافع عن الوطن بالسلاح وبقوة السلاح مع من كان له رأي آخر، يعني ولكن لا يجب أيضا أن ننظر إلى الآخرين على أساس أنهم كانوا أعداء الوطن أو كانوا عملاء أو كان كلهم تحكمه رؤية معينة ومرجعية فكرية معينة واجتهاد معين يرى فيه مصلحة للبلد أو مصلحة للمسلمين أو غيرها. وبالتالي المسألة يجب أن نتجاوز هذا. أنا أعتقد أن هذه البلاد كانت محكومة قبل الاستعمار، وهنا أشير إلى أن ظاهرة السيبة التي يكثر الحديث عنها أنها أيضا مبالغ فيها. ظاهرة السيبة لم تكن بسبب غياب سلطة لأمراء أو قيادات تقليدية في المجتمع، ظاهرة السيبة بدأت وتجذرت عندما ضعفت هذه القيادات، يعني هي كانت نتيجة وليست سبب كما يعتقد الكثير من الباحثين والدارسين. لدينا عشرات الاتفاقيات التي عقدها الفرنسيون والأوروبيون من غير الفرنسيين مع أمراء في هذه البلاد من شرقها ومن غربها ومن شمالها ومن جنوبها، والإمامات التي كانت في منطقة الضفة. هذه الاتفاقيات أولا مكتوبة بلغة واثقة جدا، مكتوبة باللغة العربية واللغة الفرنسية. ثانيا فيها مصطلحات الجزية ومصطلحات الوطن ومصطلحات السلام على من اتبع الهدى ومصطلحات تبين أن هناك قوى محلية قوية متشبثة بهذه الأرض وتدافع عنها. ونحن طبعا لسنا مثاليين حتى نتصور أن إمارة على الضفة أو إمارة في الصحراء بإمكانها أن تقف في وجه دولة لها إمكانيات قوية أو غيرها، ولكن هذه هي سنة الدول التي تعرضت للاستعمار. هناك دول تعرضت للاستعمار وكانت لها جيوش وكانت لها قيادة وكان ومع هذا غلبت، واستطاع الاستعماريون أن يبسطوا نفوذهم وأن يستبيحوا الأرض ويستبيحوا الأعراض وغيرها. هذا من جهة ثانية. أعتقد أن القائلين أيضا بأن المقاومة لم تكن إلا دفاعا عن إمارة معينة أو قبيلة معينة، هذا الرأي تكذبه الشواهد التاريخية. لماذا والحالة هذه يقاوم أمراء ترارزة مع أمراء البراكنة في مجال البراكنة؟ ممتاز. لماذا يقاوم الأمير أحمد دور سيدعلي في تقانت؟ ماذا يريد في تقانت وماذا يريد في أدرار وفي إنشير وغيرها؟ ممتاز. لماذا نجد الأمير أحمد سيد أحمد والأحمد العيدة في ولاته وفي أحواز الحوض وفي مناطق معينة؟ ممتاز. المسألة ليست بهذا الشكل. هذا الشعب كان بطبيعة الحال محكوم بقبائل وإمارات، وهذه مرحلة من تاريخ الشعوب بشكل عام. نحن شعب، نحن ننتمي إلى البلاد العربية وهذه هي سنة البلاد العربية، ننتمي إلى البلاد الإفريقية وهذه سنة البلاد الإفريقية، كلها قبائل وإمارات، ولكن هذا لا ينفي وجود وطن ولا ينفي وجود عقيدة دينية ويدافع عنها، وكانت حاضرة حضور قوي في هذا دكتور في هذا عقيدة المجال. عقيدة أعتقد أن مفهوم الوطن، نتكلم عن مفهوم الوطن. نعم. كما نراه بحدود بإمكانات بوجود وطن. هل يمكن القول الآن أنه كان هناك وطن يتفق عليه من ذكرنا الآن من الأمراء، أم أن الأمر كان ذا دافع ديني
وهذا لا يختلف. يعني دافع ديني أنا أدافع عن حوزتي، لا أريد لي مسيحيا أن يدخلها أو لا أريد لي نصرانيا أن يدخلها، ليس لأن الأدبيات ما وجد حتى الفتاوى، حتى أولئك الذين نظروا للجانب السلمي في المقاومة أيضا فتاواهم لم تكن تحوي مفهوم الوطن كمفهوم. يعني أعتقد أنهم كانوا يتحدثون عن فضاء واسع دون تحديده، ويتحدثون دائما يركزون على الجانب الديني، يعني نقاوم لأن الشريعة تأمرنا بذلك كطرح، يعني ليس بالضروره الوطن. لاني انك الان قلت لي انك ترى ان هؤلاء يقاتلون في اماكن غير اماكن اماراتهم، هذا استنتاج رائع شخصيا افدتني به، وهو طبعا استنتاج رائع، لانه طبعا من صاحب البراكمه اذا دافع في ادلال وغيره معناه ان هناك شيء اكبر من مجرد دفاع عن اماره. لكن هل يمكن اقول انه دفاع عن وطن؟ شوف، التجربة اللي حدثت في موريتانيا يمكن أن نستفيد من تجارب الآخرين. في عمان مثلا، في الإمارات العربية، هذه بلدان كانت إمارات وقبائل، يعني صحيح. توحدت قبل صحيح. يعني بالسبعينات توحدت صحيح. يعني لماذا لا ننظر نحن أيضا إلى نفس الوضعية، على افتراض أننا إمارات، نحن يحكمنا نسق واحد، ثقافة واحدة، نمط تدين واحد، عادات قيم، ننتمي في أغلبنا إلى 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 يعني سلالات مشتركة، لدينا من المشتركات، لدينا من الارتباط بهذا المجال، ما يجعلنا نعتقد بأن الجميع كان يدافع عن هذه الربوع وكان يحس بالانتماء إليها. وعندما نستعرض المنظومة حتى الأدبية، وأنت يعني خير من يعرف هذا، يعني تجد أنه في 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 شعر الأمراء وعلية القوم وعلية المجتمع يتغنون بربوع البلاد صحيح. بشكل عام صحيح. يعني لهم فيها دمر ومرابع وغيرها. وبالتالي أنا يعني لا أفهم لماذا حرص البعض على نفي وجود وطن، وجود وطن ممتاز. وجود ممتاز. وطن ممتاز. وكان موجودا، هي ممتاز. كانت بلاد شنقيط قبل أن تكون موريتانيا، وكانت بلاد التكرور، وكانت بلاد بتسمياتها المتعددة، وبلاد المرابطين والمنكب البرزخي والصحراء وغيرها، هي كلها تسميات لمسمى واحد دكتور سنعود إلى المعاهدات، لأن ضروري عندي السردهم، لأن أعرف أنك لديك الحمد لله إحصائيات المجال. أخذ الآن رأي أستاذ علي، سمعت حديثنا الآن علي. نعم. علي، هل في قديماغا كان كيف كان ينظر؟ وأعتقد أن قديماغا رغم الوجود فيها مقاومة عسكرية، ولكن أيضا كانت مقاومة سلمية كثيرة، يعني المقاومة الثقافية، وقوف العلماء والمحاضر وغيرهم ضد التغلغل الفرنسي. هل أيضا كان ما تحدثت عنه أنا والدكتور الآن، هل كان مطروحا هناك؟ يعني هل كان الوازع الديني أكثر حضور من الوازع الوطني، أم العكس، أم كان الاثنين موجودين في قديماغا؟ الشعب الموريتاني هو الشعب الموريتاني أين كان؟ هذا الشعب عاشوا معا منذ آلاف السنين قبل مجيء الاستعمار، قبل الإسلام، وبالتالي نفس الثقافة التي ارتضوها. وإن كان هؤلاء سكنوا في مجال معين، لكن يحملون نفس الثقافة. ما نجده لدى العرب في موريتانيا في الشمال وفي الوسط من المقاومة العسكرية، نجد تلاميذهم ومن يحمل ثقافتهم في مجال الجنوب. ممتاز. وكذلك الذين نجده في الجنوب أيضا يميلون إلى ثقافة مقاومة ثقافية ومقاومة اجتماعية، كذلك نجد لهم أمثالهم هنا. ممتاز. جميل. وأريد فقط أن أشاطرك الرأي على أن مقاومة الجانب الديني لربما حسب ما فهمت كان أطغى من الجانب الوطني الإقليمي، نظرا للحروب التي قادها محمد الأمين الدرامي على سبيل المثال في قديماغا، ليس فقط في قديماغا. محمد الأمين الدرامي أول انطلاقه انطلق من سيغو. في أين سيغو؟ سيغو الآن معدول في مالي. في مالي. ممتاز. نيورو. من هناك بدأ كون نواة جيشه ونزل به إلى قديماغا، لأنه كان أولا يجاهد مع الشيخ عمر الفوتي، وحصل هناك أنه من الخلاف حسب ترتيب الأولويات. أيوة. فتراجع هو إلى هذه المنطقة، ثم اتصل بالشيوخ المحاضر ورؤساء القرى، وعمل مؤتمرا عاما في مدينة جورة. أيوة. الآن
في جمهورية السنغال. في السنغال. حسب الروايات الشفهية أنه حضر فيه 300 من الشيوخ المحاضر. وهناك هل كانوا الصنوكي كلهم أم كان جميع؟ قيل أنه يعني بعث لكل قرية أن يبعث له إمامه ونائبه وشيء كل محضرة واحد رئيس المحضرة ونائبه. ممتاز. فاجتمع معه 300 من العلماء والرواد في جورة وطرح عليهم إشكالية ما ينوي به القيام به يعني المقاومة العسكرية. ممتاز. ولكن مضيفه عبد الدكري عارضه الفكرة. أيوة. فكان رأيه أن المقاومة يجب أن تتم عبر الثقافة. أيوة. عبر بث الثقافة الإسلامية. هذا رأي المضيف. المضيف الذي يعني عمل الاجتماع في بيته. ممتاز. لكن محمد لمين درامي يرى كان يجنح الاتجاه العسكري. العسكري. وهذا يرى الاتجاه الثاني. ومع ذلك اللي كان لكل أتباعه. فمحمد لمين درامي قاض حروبا في مالي في المجال المالي وفي مجال موريتانيا كما حصل في جمو وفي السنغال كبكل وفي بوندو وتوفي او استشهد في غامبيا. ممتاز. إذن كانت مقاومه اقليميه. مقاومه اقليميه يعني في دول التابع الديني الوازع الديني هو الذي يحرك اكثر من الوازع الاقليمي. ممتاز. والوطني. سنعود اليك لذكر المعارك والاحداث التي حدثت هناك كما ساعود للدكتور قبل ذلك للحديث عن تلك المعاهدات. قبل ذلك ناخذ فقرتنا الثانيه في حلقتنا الليله وهي ايام الوطن. الليله نتحدث عن معركه واذيبو ومعركه اقليل مع الزميل المرابط احمد رمضان. اسم المعركة نواذيبو. الموقع الجغرافي نواذيبو في أقصى الشمال الغربي من موريتانيا. تاريخ المعركة 26 مارس 1924. عدد قوة المقاومة 110. القائد وجاهة. عدد قوة الاحتلال موقع عسكري مخفور. عدد شهداء المقاومة 5. عدد قتل الاحتلال 1. اسم المعركة أقليل. الموقع الجغرافي يقع على بعد 24 كيلومترا شرق حجرات في داخل نواذيبو. تاريخ المعركة 23 يوليو 1927. عدد قوة المقاومة 45. القائد محمد المامون والمحمد تقي الله. عدد قوة الاحتلال فرقة الترابز المتنقلة. القائد النقيب بونافوس. عدد شهداء المقاومة 8 بمن فيهم القائد. إذن شكرا زميل المرابط. نحن أصلا نعلق على هذه الفقرات تعليقا قصيرا لكننا سنحاول نختصره الليلة نتيجة الوقت. فقط أذكر أننا نأخذ دائما في هذه الفقرة تلك المعارك التي لم تجد حظها من الذكر والشهرة. لذلك تنكبنا تلك المعارك المشهورة والتي درسناها حتى في الابتدائية وغيرها، ونحاول في هذا البرنامج أن نذكر هذه المعارك التي لم تجد كثيرا من الذكر في المناهج وفي البحوث. إذا أعود إليكما أساتذة. دكتور، كنت تتحدث عن معاهدات، قلت إنني سأجي للتعليق على هذه الفقرات نتيجة الوقت. كنت تتحدث عن هذه المعاهدات، ستسرد لنا إن شاء الله المعاهدات، لكن قبل ذلك أريد أن تضعها لي في إطارها. هل هذه المعاهدات بطلب من المحتل الذي وجد أمامه ما وجد وطلب أن يدخل في مفاوضات وغير ذلك، أم أن أهل ساكنة المجال هم من طلب هذه المعاهدات وما هي هذه المعاهدات؟ يعني على ما تم الاتفاق؟ طبعا هي هذه المعاهدات هي آلية قانونية لضبط التعامل بين القوى الأوروبية التي بدأت تفيد وتستقر على في المياه الإقليمية وفي في في على الثغور بالمفهوم الإسلامي، وبين القوى المحلية ممثلة في الأمراء وفي القيادات التي كانت تسير المجال في تلك المرحلة. بطبيعة الحال المعاهدات كثيرة جدا ولسنا بصدد حصرها، إنما نأخذ منها أمثلة. من أمثلة هذه المعاهدات معاهدة التي معاهدة بين الأمير أعمار المختار الأمير التروزي والفرنسيين. هذه المعاهدة
كانت طبعا هذا الامير حاكم اماره ترابزن من 1800 الى 1829 وهو والد الامير محمد الحبيب. وفي هذه المرحله بالذات كان 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 الامير كانت اماره ترابزن اماره قويه جدا وكانت تسيطر على الضفتين ضفتي نهر السنغال. واراد الفرنسيون خلال هذه المرحله ان يجدوا موطئ قدم لهم في السهول الزراعيه في تلك على الضفه الاخرى. وكان لابد من موافقة الإمارة على ذلك ممثلة في شخص الأمير وفي طبعا مجلس قيادة الإمارة. في هذه المرحلة نلاحظ أن الاتفاقية أن أمراء ترابزن ما زالوا في موقع قوة، وبالتالي كانت الاتفاقية مليئة بالاشتراطات. طبعا أولا المجال المحدد محدود، والمواسم التي يتم فيها الاستزراع محدودة، العائدات التي تعود إلى الإمارة كبيرة جدا، مستوى اشتراط الأمير نلاحظ أنه لديه سطوة لديه قوة، وبالتالي تعكسها الاتفاقية. واضح. لكن طبعا الأمر لن يستمر على هذا، الفرنسيون في كل مرة يطالبون بالمزيد، في كل مرة يضغطون، في كل مرة يحاولون إثارة الفتنة داخل الإمارة وداخل البيت الأميري. وبالتالي كلما ضعفت الإمارة كلما يعني انهارت من الداخل كلما كانت موقفها التفاوضي ضعيف جدا. واضح. وبالتالي سوف نلاحظ كل اتفاقية وراء اتفاقية نجد أنها في صالح الفرنسيين. ليس هذا تنازل من الأمراء ولا تقهقر ولا تراجع، إنما يعكس طبعا الظرف الزمني. الظرف. واضح. بالنسبة لنموذج آخر من الاتفاقيات بين الأمير بكار والفرنسيين في بوكل وفي هذه المناطق، كانت هذه الاتفاقية 1892. هذه الاتفاقية أولا تقر بسلطة الإمارة على مناطق على المجال طبعا من تقانت إلى منطقة الضفة. والأمير كان يشترط، أولا نلاحظ أن الأمير كان يعقد الاتفاقية ويشترط أن يرجع في أصل الاتفاقية إلى النص العربي. ممتاز. هذا أولا. ممتاز. ثانيا كان يخاطبهم بالقاموس الإسلامي، يعني الجزية. ممتاز. جميل جدا. طبعا هذه المصطلحات حضرت المصطلحات لا يجب أن نتجاوزها طبعا. صحيح. لأنها تعطينا صورة واضحة. صحيح. عنه. وحتى كان يشترط عليهم عن خلفية عدم التدخل في الآلية التي ينتخب بها أو يعين بها أمير دوعيش مثلا. وهذا طبعا إن دل على شيء إنما يدل على فطنة الأمير، لأنه يدرك بأن الفرنسيين يسعون إلى التدخل في الشؤون الداخلية. ممتاز. وبالتالي هذا نماذج من هذه الاتفاقيات. ممتاز. لها قيمة كبيرة. القراءة البنيوية لها كانت أروع، يعني طبعاً. حضور مصطلحات تعطي خلفية ساكن المجال، يعني الدينية والعسكرية. في الاتفاقيات وفي المراسلات أيضا إشارات واضحة وأقول تصريحات وليست تلميحات من الأمير بكار ومن غيره من الأمراء أن أرض ترابزن مثلا أنها ليست ملك لأمير معين بإمكانه أن يعطيها، بل هي أرض المسلمين. جميل جميل. وطبعا الأمر ينطبق على كل الأراضي الأخرى، وهو هنا يحذر الفرنسيين من مغبة التدخل في ترابزن أو احتلالها أو غيرها. جميل. والأمير أحمد دول سيد علي كما تعلمون كان في 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 المقاومة في تقانت. أكثر من هذا عبد البوبكر كان، ونحن نتحدث عن الضفة. صح. أين استشهد في العصابة. كان يقاوم بعد أن أمضى سنوات طويلة من المقاومة في فوتا وأحوازها، وبعد معركة توباكوتا التي استشهد فيها محمد بن درامي الذي تحدث عنه الأستاذ يوم 11 دجنبر 1887. بعد هذا سنجد أن عبد البوبكر كان انه سوف ينضم الى المقاومه في الشمال. نعم. ويستشهد في ضواحي كيفه، يعني الى في حسي التمات على ما اعتقد، يعني في هذه المنطقه ما زال قبره شاهدا. جميل. شاهدا على ماذا؟ شاهدا على ان سكان الضفه وسكان الصحراء وسكان الساحل كانوا جسما واحدا، انهم كانوا كلا لا يتجزأ. وإن اختلفت المقاومة في أساليبها الثقافية، وطبعا كل مستوى معين وكل فئة معينة من المجتمع لديها قابلياتها القتالية، قابلياتها الثقافية، لديها منظومة قيمها التي تحكمها، لديها أنساقها الاجتماعية التي تعبر من خلالها عن رفضها، سواء كانت تصوف أو محاضر أو
صولات عسكرية أو غيرها. فإذا تختلف أشكال المقاومة في مناطق موريتانيا المختلفة، ولكنها تتحد في هدف واحد، أنها كانت في مواجهة الغزو الفرنسي، وأنها كانت دفاعا عن هذه البلاد ودفاعا عن قيمها الإسلامية ودفاعا عن مشتركاتها التي كانت بالمناسبة مشتركات كثيرة جدا. عوامل الوصل بين المجتمع الموريتاني كانت قوية جدا. ممتاز. سأعود إليك دكتور للتعميق الفكرة أكثر. أستاذ علي، كنا نتحدث على فكرة، أنت عليك العبء الليلة لأن المشاهد بحاجة إلى معرفتي أكثر، ما يتحدث عن الدكتور وأتحدث أنا عنه مشاع في بعض الكتب أغلبه، لكن مقاومة الإخوة في ضفة وأساسا قدي ما غاونت الذي ألفت عنها ربما لا تكون متاحة بحثيا بالنسبة للمشاهد، لذلك أود أن تقدم لي أولا أسماء بعض أسماء المقاومين وبعض المعارك وبعض الأحداث الدقيقة في ذلك، ومع الوقت إن شاء الله سنحاول على الأقل نكون قدمنا شيئا يتعلق بأشقائنا في الضفة. نعم، إنما نتحدث عن المقاومة في قديماغا يمكن أن نقسمها إلى ثلاث مجالات. المجال العسكري نبدأ به، اللي قائده الفذ اللي لا يمكن أحد أن يتجاوزه هو محمد بن درامة بحنكته وقابليته للناس. عندما أتى حقيقة التف حوله وكل الشرفاء الذين كانوا لا سيما العلماء أصحاب المحاضر وغيرهم. فأول ما بدأ به محمد بن درامة في الحملات العسكرية محاصرة قاعدة الفرنسية اللي كانت في بكل. هي قاعدة كانت عندها مهمة استطلاعية في المنطقة، وهي التي كانت تتولى التواصل مع القرى والتجمعات السونيكية من أجل جمع الضرائب عنهم، وتمنع السكان من إنشاء مدن أخرى خارج المدن المعروفة حتى يستطيعون أن يتحكموا فيهم. محمد الأمين عن هذه الفكرة جاء وحاصروا بكل في وقت حساس جدا، اختار وقتا حيث تكون مياه النهر قد انخفضت ولا تستطيع الحامية الفرنسية اللي في سان لوي أن تبعث بسفن لتمد قاعدتها في بكل. ولذلك حقيقة نجحوا في هذا نجاحا باهرا ودمروها وحصلوا على غنم معدات وأسلحة وغير ذلك. لكن الفرنسيين استطاعوا أن يأتي بمدد من خاي وهاجم محمد اليمين من الشرق، فتراجع إلى الجنوب قليلا، فجاءت الحامية الأخرى من سان لوي وجعلوه في الوسط. في الوسط كأنهم جعلوا جعلوا بين كماشتين كما نعم في الوسط. هو على كل حال من هنا تفتت جيشه، بعضهم رجعوا إلى الضفة الثانية في بريطانيا وهو واصل إلى بوندو إلى ما غير ذلك. فتم متابعة هؤلاء الفلول. أيوة. فهاجموا قرية في موريتانيا الآن تسمى قم، وكان من كبريات القرى في قديماغا. ممتاز. بس فيه أمير المنطقة كل منطقة قديماغا علي كمرة. فتم مهاجمة القم أيضا عسكريا. كان عام 1886 بعد مهاجمة هذا بكل، وتم استشهاد مجموعة كبيرة جدا من القواد، كان من بينهم ابن أخ للحاج عمر الفوتي. الحاج عمر الفوتي في مروره بمنطقة قديماغا تصالح مع الأمراء الموجودين وطلب منهم أن يمدوا جيشه بالسلاح والرجال. وأمير المنطقة اللي علي كمر اللي كان في قمه وطلب منه أن يبقي عنده رهن أعطاه ابنه نعم حتى يعني يحافظ على الجيش الذي سوف يبعث معهم. فترك ابن عمه عنده كرهن. في هجوم الفرنسيين على قمه استشهد سيري آدم يعني ابن عمه في هذه المنطقة. ممتاز. لكن بما أن الوقت يطارد ممكن أن نذكر بعض الأسماء في هذا المجال الذين شاركوا. إذا إن شاء الله أترك الأسماء نأخذ فقرة، لدينا فقرة الآن جاهزة، ثم إن شاء الله نعود إلى الأسماء لتذكرنا بها. وعلى فكرة حتى لا نظلم الباحثين حقهم، يعتبر أستاذنا والسفير والأستاذ محمد المحجوب البيّة
من أوائل أول إذا إن لم يكن الأول الذي كتب عن المقاومة الصنوكية، وكتابه موجود في المكتبات أيضا، وهو أورد وثيقة هامة جدا تحدثت عن هذه المقاومة في تلك المنطقة، وتحدث أيضا عن أساليبها، وتحدث عن الشخصيات، وأتى بجداول مهمة للتعريف بهذه المقاومة. له جزيل الشكر، وكتابه قيم، وأعتقد أنك أستاذ طلعت عليه لأنك أحدت إليه في كتابك. هو والدنا وشيخنا حقيقة. أطال الله بقاء. أطال الله بقاء إن شاء الله. إذن مشاهدينا نأخذ الفقرة التالية، وهي فقرة الذاكرة هذه الليلة، عن مقاومين وشخصيتين هامتين، الأمير أحمد ولد الديد والشيخ الحاج محمود با. نتابع مع شيخنا ولد أحمد. هو الأمير أحمد والمحمد فال والسيدي والمحمد الحبيب المعروف بولد الديد، أمير منطقة الدرارزة، ولد سنة 81 و800 بمنطقة إيشيري، ونشأ في كنف أخواله، حيث تدرب منذ الصغر على قيم الفروسية والرماية، فتفتقت مواهبه بسرعة وأبان عن قدرة خارقة على الصبر والتحمل، كما درس بعض المتون اللغوية والشرعية على بعض شيوخ المحاضر في المنطقة. وبعد أن بلغ سن 17 من عمره عاد إلى ربوع آبائه في ولاية الدرارزة، وتولى الإمارة عام 1900 و1000، وظل يدير شؤونها حتى وفاته في 30 من أكتوبر 1944. ويعد ولد الديد من أبرز قادة المقاومة ضد الاستعمار، حيث قاد العديد من المعارك والغارات على الفرنسيين، من أشهرها معركة القويشيش الخالدة التي وقعت في 28 من نوفمبر 1900 ميلادية، ومعركة العزلات بولاية البراكنة، وغيرها من المعارك التي شارك فيها في عدة مناطق من الوطن وكبدت المستعمرة خسائر فادحة. الشيخ الحاج محمود با شخصية علمية بارزة على مستوى إفريقيا والعالم الإسلامي. ولد سنة 1900 بقرية جول في ولاية غورغول، وبعد دراسته القرآن في مسبة رأسه توجه إلى عدة محاضر في بعض مناطق الوطن لتعميق معارفه في الثقافة العربية وعلوم القرآن، ثم سافر للدراسة بالمملكة العربية السعودية، فالتحق بعدة مؤسسات تعليمية مكة المكرمة، منها مدرسة الفلاح التي تخرج فيها سنة 1939 بدبلوم إجازة للتدريس بالفقه والحديث. وبعد عودته إلى الوطن تعرض لمضايقات من المستعمر الفرنسي بسبب انزعاج الأخير من مكانة الشيخ وحركته الثقافية الإصلاحية. أسس الحاج محمود با في أربعينيات القرن العشرين مدارس الفلاح، وعرفت مع بداية تأسيسها توسعا إقليميا شمل بالإضافة إلى موريتانيا إنشاء مؤسسات تعليمية في السنغال ومالي وموريتانيا والكاميرون، ثم امتد نشاطها لاحقا ليشمل مناطق عديدة من القارة الإفريقية. وقد نجحت مدارس الفلاح في تخريج الآلاف من حملة الثقافة العربية الإسلامية بغرب إفريقيا، وأصبح للكثير منهم شأن في تعزيز وجود هذه الثقافة في المجتمعات الإفريقية. شكرا زميل شيخنا. أعود إليك يا دكتور، بعد سطرة الفرنسيين تغيرت طريقة التعامل، يعني كانوا بدأوا بالتوجس، بدأوا به حتى التودد لساكنة المجال أساسا الإمارات وغيرها، لكنهم بعد أن سيطروا أيضا تغيرت الصورة، يعني بدأوا يطبقون بعض السياسات، منها سياسات لا إنسانية، منها سياسات براغماتية أكثر. حدثنا عن كيف تعامل الفرنسيون بعد أن سيطروا على المجال مع الساكن. طبعا كتابات الفرنسيين الآن مليئة بعبارة هي يسموها التواغل السلمي. التواغل السلمي يعني طبعا مقاربة قد تبدو من الناحية اللغوية حتى مستحيلة، يعني تواغل سلمي، ولكن هو سعي من الفرنسيين لإظهار صورة المسالمة. طبعا المسالمة هنا لا ينبغي أن تفهم على أساس أنها حبا بالسكان ولا رأفة بهم، إنما بطبيعة الحال المستعمر يريد أن يحقق أكبر قدر من المكاسب بأقل قدر من الخسائر. هذه هي المعادلة التي تحكم المسألة. لكن مع كل هذا، مع كل ما تميز به كبولاني ظاهريا من محاولة إبداء صورة الإنسان المسالم أو الإنسان، يعني لكن هذا كان يخفي وراءه
كثير من التجاوزات، وهنا أنا لا ألقي الكلمة على عواهنه إنما أعطي أمثلة محددة. ممتاز. أولا في الوقت الذي كان فيه كبولاني ما زال في 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 بداية مشواره الاستعماري، نلاحظ أن الفرنسيين قاموا بإعدام مختار أمه الدماني، وطبعا مثلوا بشثته. صحيح. قطعوا رأسه. صحيح. صحيح. على مرأى ومسمع من كبولاني. صحيح. قد يقول قائل بأن العسكريين هم من قاموا بذلك، لكن نحن ننظر إلى قيادة واحدة وإلى سياسة واحدة وإلى سنجد أنهم عندما يصلون إلى تقانت وبعد الصولة التي قامت بها المقاومة في تجيكشا، وبعد أن قتل كبولاني في يوم 12 مايو 1905، سنجد أن أول إشراء سيقوم به الفرنسيون وهم تحت وقع الصدمة أنهم سوف يلقون القبض على أحمد العميرة. صحيح. أسيرا ثم يقومون بإعدامه، إعدامه وهو أسير وجريح، يحاكمونه محاكمة صورية في غياب كل الضوابط. صح. مع العلم أن فرنسا يعني تقدم نفسها على أنها هي أم القانون والتشريعات وغيرهم، وأنها تحترم حقوق الإنسان وقانون الحرب وغيرها. الظاهرة سوف تتكرر مع الأمير سيد أحمد الأحمد العيدة. صحيح. عندما يستشهد في وديان الخروب سوف يقوم النقيب لوكوك بقطع رأسه. صحيح. ويحاول أن يتشفى بالفعلة أمام أمه طبعا التي ضربت مثلا في الشجاعة والصمود والقوة، إن الشاة لا يضرها. عندما أراها رأسه قال لها هل تعرفين هذا؟ قالت نعم، هذا الذي انتصر عليكم في معركة الفلانية والمعركة الفلانية ودوخكم وقاد ضدكم حربا وهو الآن يموت في ساحة الشرف. يعني طبعا هو صدم من ردة فعل هذه المرأة الحديدية اللي طبعا أم الأمراء، يعني كأنها خنساء القرن العشرين. صح. في موريتانيا. صح. الأمر نفسه ينطبق على زوجة الشيخ وجاهة، يعني كانت حاضرة عندما استشهد في هذه المعركة التي أخذتم كمثال، ومثل الفرنسيون به ومثلوا بجثته، ولكن طبعا هي تنظر إليه على أساس أنه مجاهد، وبالتالي هو مات دفاعا عن قضية وعن وطن، وبالتالي يعني لا يضره، يعني إن كما قالت أسماء إن الشاة لا يضرها السلخ بعد هو هذا ما حدث. إذن طبعا إذا كان الفرنسيون طبعا يتبجحون على أساس أنهم أهل حقوق الإنسان وأنهم يدافعون عن هذه القيم وغيرها، فهم لم يلتزموا بها إطلاقا في مسيرتهم الاستعمارية في البلاد الموريتانية، والشواهد كثيرة على ذلك. إذا أعود إليك أستاذ، نتابع حديثنا كما توقفت الآن عندنا أسماء ونماذج. نعم. إذن كما تفضل الدكتور، نفس الأسلوب المتبع ها هنا المتبع في الجزء الجنوبي، وأخذ فقط مثلا الشعيب محمد اليمين، هو أيضا ألقي عليه القبض أسير، ثم تم تصفيته جسديا في قرية الآن التابعة للسنغال يسمى أروندو، وقبره موجود يزار، يعني أسير مكبل ثم تطلق عليه النار وهو واقف بدم بارد أمام أعين كل الناس. فقد شارك في حروب محمد اليمين كما قلت لك في مؤتمره 300 عالم، وكل هؤلاء بعدما انفض الجيش حول محمد اليمين ورجعوا أصبحوا الآن متابعون من قبل الاستعمار، فمارس ضدهم أساليب معينة، منها بعضهم صفوهم جسديا وبعضهم ألقي عليهم قبض ونفوا خارج المنطقة نهائيا، مثل عبد الله جلي كامرا اللي كان في سيدي بابي ألقي عليه القبض فتوفي ونفي وتوفي في نواديبو، منهم بكر سولي سيسي أخذ في نجيو عام 1903 وقبره الآن في دكار توفي هناك، ومنهم من اعتقل اعتقال تعسفي إداري دون محاكمات إلى غير ذلك، ومنهم متابعات كما أشار إليه أستاذنا وشيخنا جزاه الله خيرا والبيا في وثائقه محمد المحجوب البيا. نعم. هل تمت هناك هل أخذ البعض رقيق؟ هل الفرنسيون مارسوا بتجارة الرقيق في الجنوب؟
نعم كانوا يمارسون تجارة الرقيق، بل أكثر من ذلك كانوا يأخذون الشباب عنوة ويخدعونهم للخدمة العسكرية إجباري. مثلا من ذلك الآن قريب منا كلكم تعرفونه على أو على الأقل إذا أشرنا إليه الآن، محمد جخيتي جخيتكبا الذي وصل إلى بوتلميد، أسرة جخيتكبا في بوتلميد. هذا الأخ فرض عليه، نعم أخذ وفرض عليه الخدمة العسكرية إجباري، كان معهم في قاعدة في سان لوي أو في دكار. قيل إنه حدث مشاجرة بينه وبين أحد الزملاء هو الذي تعدى على الأخ فقتله، وخوفا عليه أخذوه وجاءوا به إلى الحامية الذي كان هنا في نوادي قبيل البوتلميد. فكان محمد جغيتها هناك في الحامية، ثم بعدما تواصلوا مع الشيخ شخصيدية الكبير أصبح هو الذي يقوم بضيافته، ثم بعد ذلك توثقت العلاقة بينهم، وهذا هو سبب استيطانه في بوتلميد، وأسرته أسرة جغتيكا موجود في بوتلميد معروف إن شاء الله. إذن هذه من الخدمة العسكرية الإجبارية التي سنعود إن شاء الله لأسلوب المقاومة الآخر، المقاومة الثقافية، لأن الوقت إن شاء الله بعد أن نأخذ فقرتنا التالية وهي للتاريخ، عبارة عن مقولات كتبها بعض الأوروبيين وأساساً الفرنسيين عن ساكنتي هذا المجال، نتابعه الآن مع الزميل المرابط أحمد رمضان. يقول ريمي باسي إن هؤلاء القوم لديهم ثقافة أدبية أكثر تطورا من جل سكان الجزائر، ويتعاطون بشغف الشعر العربي الجاهلي، فكثيرا ما تسمع أحد هؤلاء البدات يحفظ قصائد امرئ القيس والنابغة وطرفه وحتى الحماسة وديوان الأعشى، حتى يخيل إلى نظرك أنك أمام أحد صعاليك الجزيرة العربية. إنني أشك أن للشنفرة حضورا أكثر تميزا من هؤلاء القوم. يقول بول ديبي إن المراكز الإسلامية في موريتانيا حيوية جدا، فالعديد من العلماء يمتلكون مكتبات غنية، ويقوم بعض هؤلاء أحيانا برحلات إلى إفريقيا الشمالية وإلى الديار المقدسة، وهم يتوفرون على مستوى رفيع في مجال العلوم الدينية والثقافية، ولا شك أنهم يمثلون بؤرة العروبة والإسلام الأكثر حيوية في إفريقيا الغربية. إذن شكرا زميل المرابط. أعود إليك دكتور، الوقت يداهمنا، سنحاول أن نتجاوز نصل إلى جزء فقرتنا المتعلقة بالمقاومة السياسية، أو ما أطلقت عليه المقاومة السياسية، وهي طبعا المقاومة التي أو الحراك السياسي الذي ستتمخض عنه الدولة، ستتمخض عنه الدولة الحديثة. ما الذي تقصده بالمقاومة السياسية بالتحديد، هذا المصطلح ما الذي تقصده به، و هل بدأت المقاومة السياسية هنا أم بدأت في ندر يعني أو في سان لوي كما حين كانت الدولة الفرنسية تدير هذا المجال من سان لوي؟ طبعا هو المصطلح تسمية يعني هي مقتبسة من تاريخ الحركات التحرر عبر العالم. هناك النضال السياسي أو الحراك السياسي أو كل مستعمرة بطبيعة الحال حراكها السياسي يكون له صلة بشكل أو بآخر بطبيعة التحولات وطبيعة الحاصلة في المركز، وهذا طبعا ما حدث بالفعل في موريتانيا. في موريتانيا سنجد أن الفرنسيين بدأوا طبعا يحكمون السيطرة على المجال نسبيا بطبيعة الحال، يعني غلت هناك انتفاضات وغلت هناك حركات رفض عبرت عنها حتى الزوايا الصوفية. نستحضر هنا تجربة الشيخ أحمد حماه الله الذي أمر بقصر الصلاة في الربوع التي كان فيها، والذي اجتمع عليه المريدون
قصته مع الفرنسيين معروفة وقفلهم بالمرصاد خلال الثلاثينيات. وهنا نحن نعتبر أن الحلقة التي تربط تاريخ العمل العسكري العمل المسلح بالنضال السياسي هي تجربة الشيخ أحمد حماه الله، لأنها استمرت إلى الأربعينات. وهنا نصل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة النضال السياسي. بطبيعة الحال عندما تمكنت الجيوش الألمانية من استباحة العاصمة الفرنسية كما هو معروف الأراضي الفرنسية، استنجدت فرنسا بأبناء المستعمرات. صحيح. وبطبيعة الحال هذه القصة طويلة لا 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 أدخل فيها، ولكن أقول بأن على الأقل ما كانت تتميز به فرنسا من سمعة، يعني حاجز الخوف الذي كان يحكم أبناء المستعمرات، والصورة التي بنتها فرنسا في أذهان الناس من خلال التعليم أنها إمبراطورية لا تقهر وأنها لم تعرف الهزيمة قط وأن غيرها، هذه الصورة بدأت تتراجع وتخفت وتتلاشى. وبالتالي حتى الذين ذهبوا دفاعا عن فرنسا من أبناء المستعمرات عادوا وهم يحملون طموحا جديدا، ليس هنا من باب أن فرنسا ينبغي أن تكافئهم، ولكن هم تجاوزوا يعني جدار الصمت جدار الخوف. وبالتالي كان لابد لفرنسا والحالة هذه أن تبدأ نسقا جديدا في تعاملها مع المستعمرات. وهنا جاء دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة. هذا الدستور كان محاولة من فرنسا لأن تقيم شكل من أشكال العلاقة مع مستعمراتها طبقا للمتغيرات التي حصلت بعد الحرب العالمية الثانية، سواء في فرنسا أو قيام هيئة الأمم المتحدة وبداية حركات التحرر وغيرها، وهذه الموجة العارمة التي حصلت في هذا السياق بالذات. بدأت موريتانيا تعرف العمل السياسي، العمل السياسي بالمفهوم الانتخابي والحزبي وغيره. و في تلك المرحلة كانت أول انتخابات جرت هي انتخابات 1946، وكانت بين أحمد والحرمة والببانة وإيفون رزاك. وبطبيعة الحال استطاع أحمد والحرمة أن يكسب ذلك الرهان عندما حصل على 6067 صوت في مقابل 3525 صوت حصل عليها إيفون رزاك، يعني ساحق، يعني هو ساحق. وهنا أيضا هنا أريد أن أشير في هذه المرحلة بالذات، وربما هذه مسألة نحن بحاجة إليها، إلى التذكير بالدور الكبير الذي لعبه سكان الضفة في إنجاح أحمد والحرمة. حتى أقول من هذا المنبر بأن النوازع العرقية لم تكن حاضرة في موريتانيا قبل الاستقلال. ممتاز. يعني بمعنى أنه لا مجال لها اليوم. ممتاز. يعني عندما تنتصر الضفة لمرشح من الشمال أو من أو من الغرب أو من يعني معناه أن هذه مسألة يجب أن تثمن وأن تذكر أيضا. الانتخابات الثانية كانت سنة 1951، وهذه المرة كانت بين سيد مختار اليحيى نجاي وأحمد دول الحرمة والببانة. كانت النتائج فيها متقاربة جداً. حصل أحمد دول الحرمة على 23649 صوت، وحصل سيد مختار اليحيى نجاي على 29323. وآخر الانتخابات اللي هي الطور الثالث منها كان بين أحمد والحرمة أيضا وسيد المختار واليحيى نجاي، وحصل هذه المرة كان به بون شاسع جدا. حصل أحمد والحرمة على 17371 صوت في مقابل 106603 أصوات حصل عليها سيد المختار واليحيى نجاي. بطبيعة الحال لن نناقش هنا المسألة التي هي حول تزويج الانتخابات وغيرها، ولكن يجب أن نفهم هنا أنه حدث نوع من الحراك السياسي وبدأت الأحزاب تظهر، ولكن الظاهرة الحزبية التي عرفتها موريتانيا في تلك الفترة بدأت يعني كردات فعل على، يعني أول حزب ظهر كان ردة فعل على فوز أحمد والحرمة، وثاني حزب كان ردة فعل على قيام الحزب الأول. وبالتالي بدأت الظاهرة الحزبية وكأنها يعني ردات فعل يعني وليست فعل مدروس، واتسمت بالموسمية، وهذا ما زال يطبعها لحد اليوم. يعني معناها أن أحزابنا أصيبت بعيوب خلقية لازمتها منذ البداية إلى اليوم، وما زالت تلازمها في بعض مظاهرها اليوم على الحق. إذن دكتور سنعود إليكم للختام إن شاء الله لأن الوقت داهمنا. الآن نأخذ الفقرة قبل الأخيرة وهي فقرة أغاني الوطن، هذه المرة مع الفنانة بتي منتشويخ، وستغني رائعة أحمد دول عبد القادر في الجماهير تكمن المعجزات ومن الظلم تولد الحريات.
طبعا الأغنية قديمة لذلك لاحظ أن الصوت متقطع، لكن أغنية رائعة والكلمة تروع. أعود إليكما قبل أن نختم. أستاذ كنت تتابع، أعطينا نماذج من المقاومة الغير العسكرية، وأعود بعد ذلك إلى الدكتور لكلمة أخيرة. نعم، ممكن بعجالة نقول أن المقاومة غير العسكرية اتخذت مسارين، مسار ثقافي تدريسي، حيث مدرسة آل دكرة رأوا هذا لكي أن كان في جورة، في جورة، ولكن عاطوا تعليم لطلابهم في كل قرى أن يكثروا من إنشاء المدارس الدينية ليحصنوا المجتمع من التيارات الثقافية الوافدة. وهنا قالوا حملة كبيرة جدا ضد الدخول في المدارس الفرنسية التي ستأتي لتقضي على. ثانيا مقاومة ثانية مثلها الشيخ علي كسمان كبه
لتثقيف الناس وتحريضهم لمقاطعة الفرنسيين وعدم الرضوخ لهم لدفع الضرائب. وهناك مقاومة أخرى كان قائدها سيدي سولي سيسي الذي أيضا تم إلقاء القبض عليه بتهمته أنه حرض الناس لتسميم الآبار التي كان يستخدمها الفرنسيين في السيلي بابي. وقد اعترف القائد الفرنسي ديبوف في أحد تقاريره التقرير رقم 1-9-4-1927 بهذه الصعوبات التي تلاقتها هناك. ممتاز. نعم. إذن الوقت داهمنا، سأكمل حديثكم بفقرة من كتاب الأستاذ محمد المحجوب، فقرة قصيرة يقول يتحدث عن جيديماغا في المواجهة، يقول: وبحكم التقري وطابع العمران والزراعة الغالب على المنطقة اتسمت هذه المقاومة بأساليب غير معهودة في نواحي الوطن الأخرى، حيث كان المجاهدون يسممون الآبار والأطعمة ويحرقون مراعي المستعمرين، واستطاعوا بذلك قتل أفراد بعض القوات الفرنسية ومواشيهم، بل كثيرا ما تحولت المواجهة إلى حرب الشوارع ويساهم فيها النساء والأطفال، وكان النساء يغلين الماء ويقيفنه على رؤوس الجنود الفرنسيين في الطرقات. يعني طريفة هذه النوع من المقاومة، مقاومة قاتل نفس الوقت. إذن كلمة الآن، كلمة أخيرة دكتور إذا كانت لديك. طبعا أريد أن أبدي ملاحظات أخيرة يعني سمات عامة للمقاومة، وأذكر هنا طبعا ونحن في إطار الحديث عن من كتبوا عن المقاومة من يهتموا بها، أن العلامة طالب خيار المامين أن كانت له ليد طولة في هذا المجال، وقد طبعا قدم مدونة رائعة في هذا المجال استقصائية تقصى من خلالها الكثير من مواطن المقاومة، ولا ينبغي الحديث عن المقاومة دون ذكره. صحيح. إذا كان لي من ملاحظات حول العمل المسلح في موريتانيا كملاحظات مركزة، أقول بأن كان هناك حضور قوي للخط الجهادي كعقيدة عسكرية في أغلب مراحل المقاومة، وهذا الخط طبعا كان حقيقته كان أن هؤلاء المقاومين كانوا فوق أرضهم ودفاعا عن دينهم وشرفهم وأعراضهم ومرابعهم، بينما لا توجد هذه الخاصية لدى المجندين، لأنهم في أغلبهم صحيح. مجندين مرتزقة طبعا من بلدان أخرى في أغلب الحالات. الملاحظة الثانية هي الفارق الكبير في التسليح بين المقاومون، كانوا يملكون المدافع التقليدية القشمة والهلفلك وغيرهم، بينما كان الفرنسيون متفوقين من الناحية العسكرية، وأخطر سلاح كان لدى الفرنسيين هو سلاح الرشاش قامة رياز، لأنه كبد المقاومة خسائر كبيرة جدا في نيملان وفي غيرها. لكن هذا الفارق في التسليح أيضا كان المقاومون في كل مرة يعوضونه من خلال ما يستولون عليه من غنائم ومن أسلحة من الفرنسيين. وميزة المقاومة في هذا أنها كانت تعرف الميدان جيدا، وكانت الحاضنات الشعبية القبائل يعني تحتضنها بشكل واضح جدا. ملاحظة أخيرة هو أنه إذا كان الأمراء والعلماء وقيادات القبائل في مقدمة ركب المقاومة، فهذا لا يعني بالتأكيد غياب المجموعات الأخرى والفئات الأخرى التي كانت حاضرة من خلال صناعة السلاح، من خلال القيام على الأقوات والقيام على وحتى المشاركة الميدانية في المعارك. وبالتالي المعارك الوطنية والمقاومة هي فعل جميع الشعب الموريتاني، جميع الشعب الموريتاني وإن اختلفت قابلياته. شكرا دكتور. إذن شكرا لكما. قبل أن نأخذ فقرتنا أود أن أشكر الدكتور محمد والمحمد واللمين، لأن ما نقدمه من فقرة للتاريخ في حلقات هذا البرنامج مستقى من كتابه عن المجتمع البيضاني في القرن 19 من خلال الاستكشاف الأوروبي. شكرا أيضا للرائد سيدي محمد الحديت، طبعا ما تحدثنا عنه من خطط عسكرية وما سنتحدث عنه من خيول وما سنتحدث عنه من قضايا كلها أمدنا بها جزاه الله خيرا، وهو طبعا باحث في مجال المقاومة ومجال التراث المقاومي. شكر لرابطة تقليد بطولات المقاومة أيضا هي الأخرى أمدتنا بهذه المعارك التي نتحدث عنها الآن. هذا من ناحية المؤسسات التي تعاملنا معها، لكن أيضا
نذكر أننا اعتمدنا أيضا على بعض المراجع، هناك طاقم بحثي في البرنامج، ما بينها طبعا هذه المراجع موسوعة الأستاذ طالب خيار، شيخنا طالب خيار، وهي طبعا كتاب معروف موجود أيضا في المكتبات، كتاب المختار الحامد والحياة السياسية، وكتاب محمد المحجوب البيا، كتاب زميلنا علي سيسي، كتب كثيرة اعتمدنا عليها في هذا البحث وفي هذا البرنامج، نشكر أصحابها. الآن الفقرة الأخيرة من البرنامج وهي فقرة الديوان، نتابعها بعد الفاصل. فقرتنا هذه الليلة هي قصيدة للشاعر القاضي والمحمد عينينا، وهي بعنوان وشم الضياء. هزي الجذوع تري نثرا من الرزم بأحرف الشعر في ترنيمة القلم. يا وجه أمي، يا وجه أم بثدي الفخر تنبتنا عبر المهامه والأحراش من عدم، هزي على الرمل في وجه الغروب ندا من بسمة الأمس أو من غرة الحلم. كم سلط السمع، كم سلط الشمع من ماء الحياة على أدران موهبة بيضاء لم تضم مرافع الآي. يا أقدام أحصنة من هبة النور في أغطية الظلم، منذ اشتعلت بوجه الشمس مورقة جنائن الحرف في أرضية الألم. روت يداك فم التاريخ فانبجست منابع الشهد كي ترتاد كل فمي. سيل تدفق إنقاذا لسابحة، سيل تدفق إنقاذا لسابحة، فكان بالذكر منجى الغر والهرم. فخر الدوات ومثوى أي محبرة فاضت بيثرب أو فاضت من الحرم. في دوحة الدهر نام الصبح مرتقبا واليوم يكشف عن طود من القدم. هل يطلع الفجر إلا من مطالعه عبر العصور وهل يبقى لمنهزم؟ يا قبضة الشمس في الصحراء ينذرها سطر العلوم فتحيي عابد الصنم. لا زال للوصل في القرباء أواصره منذ القديم بدرب جد مرتسم. هناك، هناك تكتب كف الريح ملحمة عن أمس شعب فتروي أيما شمم. ويرسم الصمت للنور القديم رؤى وجه من الضوء بين الصخر والأكم. والدهر دهران في عينيك قد ألفا مراتع الروح وانساقا إلى الهرم. حتى تخندعقا طلع اللين منكشفا والحبر للأرض يروي رحلة الحرم. يا غرسة، يا غرس عقبة حيث الفخر فاقتبست منه البقاع بذور السبق للقمم. رتب هواك على خقف القلوب تجد في كل زاوية أنوار مضطرم. قلب بكفك ما أدركت من أثر لخطوة الفخر مختالا على أدم. مسارح النقش كم غنت بألسنة لكل باب يدير الكأس عن كرم. لا تسقط المجد عن هام العروج غدا عند المساء بمرسى أوجه السأم. ركائز النور قد أعلت لمرصده برج الصفاء على اسم الله من إرم. فاقرأ هناك بأخفاف تدوس على درب الهبوب كتابا صارخ الكلم. صدر تسامى وأنصاف مكسرة وهمة الفجر قد لاحت على قدمي. الشاعر القاضي محمد عينينا، القاضي شاعر يسمونه طاغور موريتانيا. شكرا زميلي القاضي النصرايع. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الملحمة. الشكر لضيفي الكريمين الدكتور محمد المختار السيد محمد والأستاذ علي سيسي، وأشكر أيضا طاقم البرنامج الذي أشرف على الحلقات وعلى هذه الحلقة أيضا. وهذه تحياتي الشيخ السيد عبد الله، السلام عليكم.